بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يسعد الله صباحكم في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ 11/3/2020. نحييكم ونرحب بكم من أرضية ميدان الرقيعات برنس الميادين، حيث نتواجد في هذا الصباح متمنين التوفيق لجميع المنافسين لفئة الحقائق عن يعني بلاغة الشوط الرئيسي، شوط الصباح، شوط الإثارة والتحدي. هنا نتواصل مباشرة مع ضج حميد بصغيرون بن حميد ومع غزر حمد مخيت الجنيبي ومع الاتحادية حمود بن سعيد بن حمد الدرعي. هذا هو الثلاثية في الشوط متابعينا الكرام، نتمنى التوفيق لجميع المنافسين. خلونا هنا نتواصل مع الإثارة، نتواصل مع الإبداع، نتواصل مع الأداء، نتواصل مع التحدي. خلونا مع الثلاثية الذي نتابعه في هذا الشوط، فنسير وياكم مع غزر حمد مخيد بن يابر مسلم الجنيبي، مركز الثاني ضج حميد بصغيرو بن حميد الدرعي، المركز الثالث الاتحادي حمود بن سعيد بن حمد الدرعي. هذا هو الثلاثي متابعينا الكرام فئات الحقائق في هذا الصباح. 3 كيلومتر هي مسافة الاختبار، ولا نعلم بالتي تلفت الأنظار في هذا المسار عند الأمتار الأخيرة. ننتظر نحن المفاجآت والأحداث، ولا ندري ما في جوف هذه الأصائل من مخزون ومن إبداع ومن تألق. حضر تحضير تام لخوض هذه المنافسة. فنرحب بالضيوف الكرام وأهل الدار في برنس الميادين، متمنين التوفيق للجميع. خلونا نتواصل مع الاتحادية، خلونا مع حمود بن سعيد بن حمد الدرعية، المركز الثاني غزر حمد مخيت بن يابر مسلم الجنيبي، المركز الثالث عندنا ضجة حميد بصغيرون بن حميد. المسيرة مستمرة والإبداع متواصل والتنافس قوية. خلونا مع الاتحادية حمود بن سعيد بن حمد الدرعي. يا سلام، متابعة هناك راعي ضجة، نتواصل مع راعي ضجة ومع راعي غزر ومع الاتحادية. يا سلام يا سلام على الأداء وعلى الإبداع وعلى التألق المميز الذي نتابعها في الشوط. نسير وياكم مع الثنائي، مع الثنائي في الشوط، الاتحادية ولا ضجة ولا غزر. يا سلام، نحن في الكيلو متر الأخير، كيلو الحسم، كيلو العزم. ناصر بن محمود بن ناصر يتابع الاتحادية. يا سلام يا سلام يا المتابع الصغير، مضمر الصغير هناك يتابع. ناصر بن محمود بن ناصر بن مرزوقة يتابع الاتحادية. ملك حمود سعيد حمد الدرعي مركز الثانية، غزر حمد مخيت بن يابر الجنيبي. الثنائي قوي، الثنائي قوي يا متابعينا. يا سلام يا سلام على الاتحادية، لا زالت الصدارة. الاتحادية الاتحادية تقود المسيرة، بخيت بن يابر مع غزر. وين الناموس؟ ناموس الصباح، ناموس الشوط الرئيسي. هناك ناصر بن محمود بن ناصر يتابع الاتحادية بقوة. الله الله، العصي في الابطان، متى الاوامر؟ نحن الآن في 400 متر الأخيرة، 400 والاتحادية عصاها في الأبطان. مركز الثاني غزر بخيت بن يابر بن مسلم الجنيبي، أيضا العصا في الأبطان. ياهو ثنائي، ياهو أداء، ياهو تحدي، ياهو منافسة قوية ما بين هذه الشعارات. الاتحادية حمود بن سعيد بن حمد الدرعي، سلام يا ناصر بن محمود بن ناصر بن مرزوق. هناك متابع عن غرب هذا الشعار، تحمر رقم واحد الاتحادي، انطلقت راس، تنهي راس، تقدم العرض المثير في الامتار الاخيره. سلام والناموس، المالك الاتحادي حمود بن سعيد بن حمد الدرعي، والناموس ناصر بن محمود بن ناصر بن مرزوق. مركز الثاني غزر
احمد ومخيد بن يابر مسلم الجنيبي. اما ثالث المراكز فهي ضج حميد والصغير وبي حميد. الدرعي الناموس الناموس يا مالك الاتحاد.